الطريق الاجتنابي الجديد الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار الشرق غرب سيدخل حيز الخدمة خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من الشطر الأول من الأشغال، كما ستنطلق على طول مساره أشغال تهيئة متمثلة في عمليات تشجير واسعة وإنجاز منشآت رياضية وملاعب جوارية وميناء للنزهة بهدف استقطاب عديد الزائرين والسواح خلال السنوات القادمة. اجتنابي انتاء الميناء هذا هو مكسب إلى ولاية وهران وإلى ساكنتها، سواء يعني من ناحية أول قبل كل شيء فهو مشروع اللي زاد يعني من الجمال نتاع المدينة ومن الواجهة البحرية نتاعها. شهر الجمالية نتاع المشروع هذا كذلك تكمن في الإنجاز نتاع العديد من المنشآت الفلية، تحدوا يعني على لوتينال، نتحلوا على لوفياديك، ونتحدوا كذلك يعني على هذه المساحات هذه كذلك اللي تم تهيئة مع شاطئ البحر، واللي بدون شك أنها ستجلب العديد من الزوار ومن السواح إلى هذه المنطقة هذه إن شاء الله في المستقبل القريب. هذا المشروع راه تم تسليمه، خف الضغط الكبير على مدينة وهران، خف الضغط الكبير على الطريق القديم اللي كان مخصص إلى الشاحنات الدخول، دونك هذا يعني الطريق الاجتنابي إيجابيته عديدة. هذا المشروع الذي تم إنجازه بأحدث التقنيات يشمل 5 منشآت فنية، منها نفق ذي منفذين على طول 930 متر، وآخر بطول 1 كيلومتر و85 متر، وجسر بطول 680 متر. في عدة 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 ديزانفراستركتور امبورطونت، منها منشآت فنية، منها لي تونيل ترونشي كوفيرت لا روت، فيها ان نوفراج دار تري امبورطون للطول نتاع قريب 700 متر، اللي انجز اكثر من 2000 بيو، للعمق نتاعهم قريب 40 متر. رانا وصلنا لنقطه الانطلاق ونقطه الانطلاق تاع الشاحنات، دونك سما الدخول والخروج تاع الميناء ان شاء الله يكون منا. التيرمينال كونتينر ترياليزاوت سليمة في 2022، دروك ساي عاد يولي تري فونكسيونيل مع هاد لا روت. دونك هذا مشروع يعني عنده راح يرفع يعني الضغط على حركة المرور على مستوى مدينة وهران، وكذلك راح يساهم في تحسين الواجهة البحرية لمدينة وهران، ويفتح فضاءات جديدة على مستوى هذا الطريق السيار من أجل النزهة ومن أجل يعني السير. بطبيعة الحال هذا المشروع يعني الأشغال تقريبا منتهية في هذا المشروع. الطريق الاجتنابي الجديد الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار الشرق غرب الممتد على مسافة 8 كيلومترات سيضفي صبغة جمالية للواجهة البحرية للولاية وقيمة مضافة وديناميكية بعاصمة غرب البلاد، وإحداث سيولة لحركة الشاحنات التي تقصد ميناء وهران المقدر عددها بأكثر من 1500 شاحنة يومياً.